زوار يلا كرة، السلام عليكم، معكم أحمد شريف. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة يلا كرة عن كرة اليد في الأولمبياد. الحلقة دي هنتكلم عن ثلاثة من منافسين مصر في كرة اليد بأولمبياد طوكيو إن شاء الله. أول فريق هو منتخب البرتغال، تاني فريق هو منتخب الدنمارك، تالت فريق هو منتخب اليابان. وبالمناسبة هو ده ترتيب أول ثلاث مباريات لمصر في الأولمبياد، واللي كنا استعرضنا المواعيد بتاعتهم في الحلقة اللي فاتت. أول مباراة لمنتخب مصر هتكون ضد منتخب البرتغال. منتخب البرتغال معروف ان هو كان في فتره التسعينات من اقوى المنتخبات في اوروبا، لكن حصل له هبوط حاد جدا في الفتره اللي فاتت، لكنه قدر يرجع تاني في الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره، بدايه من عام 2017 2018 تحديدا، لما قدر ان هو يكون قاعده شباب في كره اليد عظيمه جدا، وصل بيهم للدور قبل النهائي في بطوله العالم للشباب اللي المنتخب المصري قدر ان هو ياخد المركز الثالث فيها بعد الفوز على البرتغال في تحديد المراكز، وكمان في بطولة العالم للناشئين قدر ان هو ياخد برضو المركز الرابع، والبطولة دي كان بطلها طبعا منتخب مصر للناشئين. المنتخب البرتغالي ما شاركش قبل كده في الاولمبياد، وكمان تأهله لاولمبياد طوكيو كان عن طريق الملحق بعد ما قدر ان هو يكسي منتخبين من اقوى المنتخبات، منتخب كرواتيا ومنتخب تونس، علشان يخطف بطاقة التأهل مع منتخب النرويج من بين اربع منتخبات لعبوا الملحق ده. منتخب البرتغال في بطولة العالم الأخيرة هنا في مصر كان مشارك فيها وقدر ان هو يعمل نتائج كويسة جدا، لكنه في النهاية حقق المركز العاشر في الترتيب النهائي للبطولة وما قدرش ان هو يوصل لدور الثمانية. كمان قدر ان هو ياخد المركز السادس في آخر بطولة أوروبا، وده أفضل مركز حققه في تاريخه عبر مشاركته في بطولات أمم أوروبا. مواجهات مصر مع البرتغال كانت موجودة قبل كده، المواجهة دي مش هتكون أول مواجهة. في أكتوبر عام 2019 منتخب مصر قدر ان هو يكسب البرتغال وديا بنتيجة 30-25، وبعديها بيومين منتخب البرتغال قدر ان هو يرد الهزيمة بتاعته ويحقق فوز على منتخب مصر بفارق هدف في مباراة انتهت بنتيجة 27-26. البرتغال عندها فريقين من اقوى الفريقين في اندية اوروبا، هما بورتو وسبورتنج لشبونة، ودايما الفريقين دول موجودين في دوري ابطال اوروبا وفي دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا، وهما الفريقين المكونين لعناصر المنتخب البرتغالي وبيضموا ابرز العناصر الموجودة فيه. ابرز عناصر منتخب البرتغال عندنا لاعب زي جيلبرتو دوارتي، ده لاعب ظهير ايسر بيلعب في مونبلييه الفرنسي وسنه 31 سنه. كمان عندنا ريو سيلفا لاعب بورتو اللي زي ما قلنا انه بيضم اغلب لاعيبه منتخب البرتغال، وده سنه 28 سنه بيلعب في مركز الدفاع، وبالتالي بيكون موجود دايما وبشكل كبير على الدايره عند هجوم المنتخب البرتغالي على الخصم بتاعه. في كمان لويس فريدي، ده عنده 22 سنه وبيلعب في برشلونه الاسباني، وبالتالي بقى اصبح زميل لعلي زين لاعب منتخبنا المصري، وده برده بيلعب لاعب دايره. منتخب البرتغال عنده طموح عالي جدا وعايز يوصل لابعد نقطه في الاولمبياد، علشان حارس مرمى اللي توفى بعد بطوله العالم 2001 اللي كانت هنا في مصر باسابيع قليله جدا هو الحارس الفريدو كوينتا، ده كان من ابرز حراس العالم في كره اليد، وفجاه صحينا على خبر وفاته بسبب نوبه قلبيه. تاني منافس لمنتخب مصر في الاولمبياد هو منتخب الدنمارك. منتخب الدنمارك مش غريب على المصريين اللي تابعوا المباراه الاسطوريه اللي منتخبنا عملها في بطوله العالم 2001 واللي امتدت لرميات الجزاء الترجيحيه، وقدر عن طريقها منتخب الدنمارك انه يتاهل للدور قبل النهائي ويوقف حلم مصر في الوصول لابعد نقطه في البطوله. منتخب الدنمارك هو بطل اولمبياد ريو دي جانيرو اللي اتلعبت سنه 2016 في البرازيل، وهو بطل اخر بطولتين عالم سواء اللي اقيمت هنا في مصر وكمان البطوله اللي قبليها في 2019 كان هو برضو بطلها، ودول اول بطولتين عالم يحققهم منتخب الدنمارك عبر تاريخه. منتخب الدنمارك في بطوله اوروبا الاخيره حقق المركز ال13، لكن لازم ننوه هنا ان بطوله اوروبا دي كانت قبل بطوله العالم 2019 بفتره طويله، بمعنى ان احنا نقدر نحدد مستوى منتخب الدنمارك على اساس اخر بطولتين عالم افضل ما نحدده على اساس مركزه في بطوله اوروبا الاخيره. اخر مواجهات منتخب مصر مع منتخب الدنمارك زي ما وضحنا من شويه كانت اللي في بطوله العالم 2001 وانتهت بفوز الدنمارك برميات الجزاء بعد التعادل بنتيجه 39-39 في مباراه امتدت لوقتين اضافيين، لكن في بطوله العالم 2019 برضو لعبنا مباراه ضد الدنمارك كانت على ارضها وسط جماهيرها في صاله مقفوله وكاملة العدد من الجماهير، وقدرت الدنمارك انها تكسب بنتيجة 26-20. معدل اعمار منتخب الدنمارك مرتفع شوية، اغلب لاعبيه فوق سن ال 30، لكن عنده حوالي 7 او 8 عناصر اعمارهم ما بين 25 سنة ل 29 سنة، وهو برضو بالمناسبة معدل اعمار كبير مقارنة بفرق اخرى موجودة في الاولمبياد. ابرز لاعبي منتخب الدنمارك هو طبعا ميكيل هانسن، افضل لاعب في العالم اللي سنه 33 سنه بيلعب في باريس سان جيرمان وبيلعب في مركز الظهير الايسر. ميكيل هانسن
بيصنف انه الافضل بسبب مهارته العاليه جدا، قوته البدنيه، تركيزه، رغم الخطا اللي هو وقع فيه في مباراه منتخب مصر وحاول ان هو يهدر الوقت اللي تفطن ليه الحكمين وتسبب في طرده من المباراه وان هو ما كملش الاوقات الاضافيه في المباراه اللي احنا خسرناها. الدنمارك كمان عندها نيكلاس لاندن، وده ابرز حارس مرمى موجود في العالم، سنه برده فوق ال 30، عنده 32 سنه، لاعب كييل الالماني. وفي كمان ماتس منسا، وده مجنس من اصول افريقيه لكنه بيلعب لمنتخب الدنمارك من سنين طويله جدا، عنده 29 سنه، بيلعب في النسبرج في المانيا، وده برده من افضل واقوى الانديه اللي موجوده في اوروبا، وده بيلعب في مركز صانع الالعاب. منتخب الدنمارك اعتماده الكلي في المباريات بيكون على السرعه العاليه جدا للاعبته، القوة البدنية، التصويبات البعيدة، ده بيسبب مشاكل كتير جدا لأي منافس ليه، وعلشان كده بيقولوا على نفسهم احنا ماسترز كرة اليد. تالت منافس لمنتخب مصر في لعبة كرة اليد في الأولمبياد هو طبعا منتخب اليابان. منتخب اليابان مستضيف البطولة، واللي شفناه في بطولة العالم هنا في مصر وشفنا السرعات العالية جدا للاعبين، رغم قصر القامة اللي موجود عند أغلب عناصره لكنه سريع جدا جدا جدا، وقدر إن هو يرهق منتخب الدنمارك في مباراة دور المجموعات اللي جمعت ما بينهم. منتخب اليابان دي أول مشاركة ليه في الأولمبياد منذ عام 1988، طول السنين اللي فاتت دي كلها ما شاركش في الأولمبياد نهائي. هو صاحب المركز 18 في بطولة العالم اللي كانت هنا في مصر، وكمان صاحب المركز الثالث في بطولة آسيا اللي توج بيها منتخب البحرين اللي موجود معنا في المجموعة هنتكلم عنه في حلقة جاية إن شاء الله، وكان المركز الثاني في البطولة هو منتخب قطر. منتخب اليابان معدل أعماره من 23 سنة ل 29 سنة، معدل مقبول جدا في كرة اليد. وكمان مواجهاته مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة كانت قليلة جدا، يمكن آخر مباراة جمعت مصر مع اليابان في كرة اليد كانت سنة 2011، وهي المباراة اللي انتهت بفوز مصر بفارق 6 أهداف وبنتيجة 34-28. زي ما قلنا منتخب اليابان أبرز حاجة بتميزه هي السرعة العالية للاعبته، وكمان طالما اللعيب قصير القامة فهو عنده قدرة على الاختراق بشكل كويس جدا، واللي يقدر ان هو يخلخل الدفاعات، وده اللي بيخلي ابرز لعيبة منتخب اليابان موجودة في مركز الظهير، سواء الظهير الايمن او الظهير الايسر. يعني عندنا مثلا يوشينو هو الظهير الايسر للفريق، عمره 27 سنة، ده من ابرز لعيبة اليابان. وكمان عندنا واتاباني، ده عنده 31 سنة، من عناصر الخبرة في الفريق، وده بيلعب في مركز الظهير الايمن. وجنبه على طول في مركز الجناح الايمن موتوكي، ده عنده 29 سنه، وده بيتميز باختراقات ممتازه جدا من مركز الجناح، بيساعده فيها كمان سرعته العاليه والقوه البدنيه بتاعته حتى لو كان قامته قصيره شويه. منتخب اليابان واجه منتخب الدنمارك زي ما قلنا في بطوله العالم اللي كانت هنا في مصر، وقدر ان هو يرهقه، حتى لو بصينا على النتيجه هنلاقيها 34-27، لكن دي نتيجه تخدع اي حد، خصوصا ان الشوط الاول كان منتهي لصالح الدنمارك بنتيجه 19-17، مباراه كانت قريبه جدا لحد اخر 10 دقائق بس من المباراه. المنتخب الدنماركي كان بيلعب ببعض العناصر الاحتياطيه والبديله في المباراه، وقدر ان هو يوسع الفارق للنتيجه النهائيه اللي احنا قلناها من شويه بعد الدفع بعناصر مهمه جدا في الفريق، لكن فكره انت تواجه منتخب الدنمارك وتوصل معاه لكلوز جيم ومباراه مقفوله، انت بتثبت ان انت فريق قوي تقدر انت تحقق نتائج كويسه جدا. كمان كان معاهم في المجموعه منتخب البحرين، ودي المباراه اللي انتهت بفوز اليابان على البحرين بنتيجه 29-25، على الرغم من اليابان زي ما قلنا كانت ثالث اسيا والبحرين هي البطل، لكن اليابان قدرت في بطوله العالم انها ترجع وتحقق نتيجه ايجابيه وتكسب البحرين في الدور الاول. ودي كانت ثالث حلقاتنا من سلسله يلا كوره عن لعبه كره اليد في الاولمبياد. استنونا في حلقه جايه هنتكلم فيها عن باقي منافسين مصر، السويد والبحرين، المباراتين اللي منتخب مصر هياخدهم في الجولتين الرابعه والخامسه، وان شاء الله يكونوا هم دول الجولتين اللي احنا نحسم بيهم التاهل لدور الثمانيه. شكرا لكم، سلام عليكم.